فرضت الولايات المتحدة عقوبات مالية على 5 من كبار المسؤولين الفنزويليين المقربين من نيكولاس مادورو، والذي وصفته بأنه رئيس فنزويلا السابق وفق ما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية. وشملت العقوبات قادة الاستخبارات والحرس الرئاسي والشرطة وشركة النفط الفنزويلية، الذين وصفتهم وزارة الخزانة في بيانها بأنهم منحازون للرئيس السابق غير الشرعي نيكولاس مادورو الذي يواصل اضطهاد الشعب الفنزويلي. وللمزيد من المتابعة معنا من العاصمة كاراكاس مفادنا صابر أيوب. في كل ما يحدث صابر، المهم يقول مراقبون هو الجبهة الداخلية، كيف تفاعلت وكيف ما زالت تتفاعل وكيف تأثرت بخطابي المعارضة وخطاب الرئيس مادورو. نعم، بكل تأكيد أول المنتشين هنا بهذا القرار، القرار الأمريكي، قرار وزارة الخزانة الأمريكية بعقوبات، والذي يبدو أنه كان منتظرا هنا، أول المنتشين هو زعيم المعارضة الفنزويلية خوان وايدو، الذي أعاد نشر تغريدة وزارة الخزانة الأمريكية وعقب عليها بأنه وقت العدالة قد حان، وقت الاقتصاص من هؤلاء، لأن 4 منهم في الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والعسكرية، قادة كبار في هذه الأجهزة، بالإضافة إلى المدير PVDC وهي الشركة الوطنية للنفط الفنزويلية. وبالتالي واضح جدا أن الولايات المتحدة منحت حكومة مادورو الذي لم يعد بالنسبة لها لديها رئيس سابق، منحتها مهلة غير معلنة من البداية، خاصة للجيش لكي يشقوا عنه، والآن بدأت في تنفيذ ما توعدت به في السابق. ربما لعل ذلك سيحدث انشقاقات ولو على المستوى ضباط صغار أو هكذا هو المأمول. خوان غوايدو عبر عن امتنانه لهذا القرار وقال في تغريدة أننا ضغطنا منذ أيام من أجل هكذا صدور قرارات، والمزيد منها ممكن سيصدر في الساعات أو في الأيام المقبلة. الضغط الأمريكي بدأ على حكومة مادورو هذه المرة بضغوطات على قادة كبار في الجيش وأيضا في شركة النفط الفنزويلية التي هي عصب الحياة بالنسبة لحكومة مادورو. خنق هذا العصب بكل تأكيد سيسبب له أضرار كبيرة. أما من ناحية المواقف أو ردود الأفعال من حكومة مادورو، فبطبيعة الحال هي متجاهلة لكل ما يصدر من الولايات المتحدة التي لم تعد تعترف أصلا برئاسة أو بحكومة مادورو، وواضح أن المواقف من هناك من معسكر مادورو لا تبالي بما يحدث من الولايات المتحدة. طيب، سبب عدم مبالاة معسكر مادورو، طيب سبب عدم اكتراف معسكر مادورو لكل ما يحدث على الساحة الفنزويلية، المواقف الأمريكية وما إلى ذلك، ما مرده برأي المراقبين؟ هل لأنه هروب إلى الأمام أم لأن مادورو يملك كل العوامل، بمعنى أن لديه تأييد المؤسسات السيادية الفنزويلية لحد الآن؟ نعم، حكومة مادورو ليس لديها ما تفعل، ليس لديها الكثير أمام هذه العقوبات الأمريكية، التهديدات الأمريكية وكل ما يأتي من وراء البحار من الولايات المتحدة، ليس لديها في الحقيقة ما تفعل. هي مادورو أعلن في وقت سابق على أنه ما زال باب الحوار مفتوح مع الولايات المتحدة، مع واشنطن خصوصا، وأن وزيره للخارجية التقى بمبعوثين أمريكيين مرتين أو ثلاث خلال الأسابيع الماضية، وبالتالي فإن حكومة مادورو تأمل في فتح قنوات حوار، وفي نفس الشيء لا تستطيع فعل أي شيء أمام العقوبات الأمريكية أو أمام المواقف الأمريكية، إلا عبارة عن تصريحات إعلامية تقلل فيها من مدى تأثير مثل هذه العقوبات صابر هناك على الوضع الداخلي في فنزويلا وعلى وحدة الصف. طيب، هناك الأمر الآخر المتعلق بهذه المساعدات الأمريكية القابعة على الحدود الكولومبية، وهي حصان طروادة المعارضة في مواجهة خطاب الرئيس مادورو. كيف ينظر الشارع هناك في فنزويلا إلى هذا الموضوع الحيوي بالنسبة لمعاشه اليومي، أي وصول المساعدات الغذائية إليه؟
الشارع بكل تأكيد ينتظر مثل هذه المساعدات، ولو أنها لن تصنع أي شيء، ربما هذه المساعدات التي أرسلتها الولايات المتحدة بقيمة 20 مليون دولار لا تغذي ربما حتى حي من أحياء القصديرية والأحياء المهمشة هنا في كاراكاس لمدة أسبوع أو أسبوعين بسبب التضخم الذي تعاني منه هذه البلاد. لكنهم ينتظرون مثل هذه المساعدات، وينتظرون ربما كثيرون منهم خاصة الذين هلكهم الجوع، ينتظرون أن تنتهي هذه الأزمة بانتصار أحد الطرفين، لكن تنتهي مع انتهاء هذه الأزمة ينتهي جوعهم أيضا، وهذا هو المأمول لدى قطاع كبير من الشارع، إن كان ولاؤهم سواء لمادورو أو ولاؤهم للجهة الأخرى للمعارضة. مفدنا صابر أيوب إلى العاصمة الفنزويلية كاراكاس، شكرا لك.